السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في موضوع علامات تدل على سحر تعطيل الزواج، تابعونا حتى الأخير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. العلامات التي تدل على المصاب أو المصابة بسحر تعطيل الزواج أو بالمس العاشق الذي يعطل الزواج، تجده لا يفكر في الزواج ودائما يفكر في المشؤوم، يقول إذا تزوجت سوف أتزوج وأطلق، سوف يكون لي معها أولاد، كذا. دائما يفكر في السلبيات ولا يفكر في الإيجابيات، أنه سيتحصن وسيبتعد عن الفاحش وتبعد عن الفساد ويكبر أسرته وتكون له أسرة ككل الناس ويكون محصن بإذن الله ويبارك الله له في رزقه، وأن الرزق مع رزق الزوجة وحده ورزق الأولاد وحده ورزقك أنت وحده، فإذا دخلت الزوجة تدخل بالبركة وتدخل. دائما يكون متشائما الإنسان الذي عنده سحر تعطيل الزواج أو المس العاشق، لا ينظر إلى الجانب الإيجابي وكذلك إلى الجانب السلبي ثم يوازن، دائما يكون سلبي في كل أحوال في الزواج، حتى مع الزوجة إذا أتى بها يكون معها سلبي ويخاف منها أن تخونه ويخاف كي يشك في كل شيء، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان حتى البنت التي يكون عندها سحر تعطيل الزواج أو المس العاشق دائما تكون سلبية، هذا الرجل هو جميل هو قبيح، إذا ضربني إذا طلقني لماذا كذا، تنفر من الزواج، تقول لهم لا أريده، أريد أن يكون طويلا قصيرا، أريد أن يكون جميلا أسمرا هكذا. كل هذه أعذار يعني لا عذر لها، أعذار يعني علاقة بالسحر وبالمس العاشق هو الذي يخلقه. ومن ما هي البنت ومن هي البنت التي تكره الستر في هذا الزمان؟ كل البنات يريدون الستر والحلال بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن السحر تعطيل الزواج والمس العاشق يحول بينه وبين هذا، حتى إذا كبرت وأصبحت في الأربعينيات والستة وثلاثين قالت يا ليتني تزوجت بعبد حبشي، لأنها فات عليها سن الزواج وأصبحت عنوسة وأصبحت قد تحرم من الأولاد إذا دخلت في الأربعين، وقد لا يقبلها أحد في هذا السن، والله المستعان. لأن كل الشباب وكل الذين يريدون أن يتزوجوا حتى وإن كان الرجل عنده سن الأربعين، فإذا من يريد بنتا تكون صغيرا تكون عندها 25 أو 20 سنة لكي تنجب له كثير من الأولاد. ولكن الأخوات عليكن أن تستيقظن من هذه الغفلة، وهناك من البنات من لا تعرف أن لها تعطيلا في هذا الأمر حتى تصبح تصل إلى 35 سنة أو 40 ثم تبحث عن الرقية، وهذا البنت التي بحثت عن الرقية في 40 سنة أو 35 سنة تجد هذا المس العاشق دخلها منذ 12 سنة أو 14 سنة في أيام غفلتها، وقد تجد هذا البنت لا تصلي حتى وصلت 25 سنة، ومن 10 سنوات إلى 25 سنة كلها فترة كان فيها المس العاشق. ولو والسن الذروة يعني السن الذروة التي تزوج فيه البنات وهو السن 17 سنة 16 سنة 19 20، فإذا لم تتزوجي أختي في هذا السن 17 أو 20 سنة فاعلم أن هناك مس عاشق يعطل لك، وقد يكون تقوم إحدى الأخوات بالرقية في 25 سنة ويتيسر لها الزواج رغم أن المس العاشق باقي في الجسد، وهذا وقع كثيرا بإذن الله، وقمت برقية كثير من النساء، ولما بإذن الله تبارك وتعالى وقمنا برقيتهن شخصنا الحال وجدنا أن المس العاشق كان يتحرش بهن قبل أن يتزوجوا، يعني المس العاشق كان فيها قبل الزواج، ولما قامت بالرقية خنس المس العاشق وضعف وتزوجت، ولكن تبقى المشاكل بينه وبين الرجل، لأن ما دام المس العاشق ما زال في الجسد سوف يسبب التفريق، سوف يجاهد ويكابر ليسبب التفريق، ولكن إذا الله سلم وحفظ الله هذا الزوجين المباركين فإن المس العاشق ليس له سلطان على المؤمنين وسيبقى يعذب هكذا، وإن لم يخرج تبقى تحاربه بالدين وبالصلاة وبالقرآن ويعيش حياتهم طبيعية بإذن الله تبارك وتعالى رغم المشاكل إن لم يقوموا بالرقية إذا كانوا هما مؤمنين. أما إذا كانوا هم بعيد عن طريق الله وعن طريق المستقيم فلن يتركهم هذا الشيطان ويستقوى عليهم ويفرقهم وإلى الأبد. لذلك وبعض الشباب كذلك، الشباب الذروة الذي يتزوج فيها الشباب الذكور هي بين 25 سنة إلى 30، الذروة القصوى بين 25 سنة 30 أو حتى 35، هذا هو الذروة القصوى التي يتزوج فيها الشباب. لذلك فمن تعطل له في هذا السن بين 25 إلى 30 35 فاعلم أنه غير طبيعي، قد يكون فيه جنية عاشقة، قد يكون عنده سحر تعطيل الزواج
عطل له هذه الأمور، والله المستعان. قد تكون في جني عشقة منذ الصغر ولم تتركه يتزوج، فإذا قام بالرقية وخنست هذه العشقة ولم تخرج تتزوج، ولكن ستكون هناك مشاكل بينه وبين زوجته إلا أن يشاء الله ربي شيئا. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.